أهلا بكم يا برج الميزان في القراءة العامة لشهر يوليو 2019، قراءة عامة عن العاطفة، العمل والمال، الوضع الصحي وكمان الوضع الدراسي. أتمنى أن القراءة تعجبكم إن شاء الله. يا ريت يا برج الميزان اللي أول مرة يشوف الفيديو يعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو لسه مشتركش. كمان لأي أسئلة أو أي استفسارات تقدروا إن أنتوا تتواصلوا معايا عن طريق وسائل التواصل اللي هتلاقوها موجودة تحت الفيديو. فخلونا نبتدي مع بعض. بسم الله. ده انت يا برج الميزان. ده الحبيب، وضعك في الشغل، وضعك الصحي، الوضع الدراسي، والنصيحة. اوكي، احط توضيح. انا شايفك يا برج الميزان، انت سوري، انت ممكن تكون وقفت للحبيب وقفة، اخدت معاك قرار طفولي. ممكن انا شايفك انت لفيت ظهرك وسبته ومشيت، قيمت امورك وحسيت ان العلاقة دي مش هتنفعك، حسيت ان انت لو كملت فيها هيبقى الحال على ما هو عليه وده ما ينفعكش، فانت اخدت قرار ان انت تبعد وتمشي. لمجموعة منكم ممكن تكون وقفت وقلت له كلام ضايقه وزعلته واخدت معاه قرار طفولي. ما فكرتش كتير، يعني حسبتها بالعاطفة المرة دي. ده لمعظمكم يعني، اما بالنسبة لمجموعة قليلة منكم فانا شايف انتوا نفسكم في الزواج وفي زواج قادم في الطريق، يعني ده لنسبة قليلة منكم، نسبة 30%. أما بالنسبة ل70% منكم أنا شايفكم أنتوا سايبين علاقة. بالنسبة للحبيب يعني هو قافل عليكم، يعني أكيد طبعا لازم يقفل عليكم، يعني بعد ما أنتوا سمعتوا كلام مش كويس وضايقتوه فهو قافل عليكم دلوقتي، مش مستعد يسمع منكم أي كلام. ممكن يكون كمان في بلوك ما بينكم وما بين بعض. شايفه حزين على فكرة وبيفكر فيك كتير، زعلان جدا ان انت سبته ومشيت على الرغم من انه قافل عليك. يعني هو انت زعلته جامد، يعني هو زعلان منك جامد قوي، نفسه على فكرة ان هو ياخد حقه منك، هو حاسس ان انت ظلمته، نفسه ان هو يحقق العدل. ممكن برضو لو هو ما كانش بيديك حقك قبل كده في العلاقة ناوي ان هو يديك حقك، بس بالاغلب هو حاسس ان هو مظلوم ونفسه يحقق العدل في العلاقة دي. هو حاسس ان انت ظلمته او تسرعت. ايوه ممكن تكون انت تسرعت في الحكم عليه فهو زعلان بسبب كده، لان انت شايفه بطريقة غير اللي هو على حقيقته يعني. بس من الواضح برضو ان هو ما كانش بيعبر عن مشاعره وكان قافل عليك برضو طول الوقت، فانت ما كنتش فاهمه، علشان كده اخدت قرار متسرع معاه. فعلشان كده انا قلت لك انت طاقتك متلخبطة، انت برضو دلوقتي بتبص عليه من بعيد، بتراقبه وبتقيم برضو العلاقة دي، بتشوف حتى لو رجعتوا يعني هيبقى في جديد ولا هترجع زي ما كانت. فا اوكي، انا ده وضعكم العاطفي، انا هعمل لكم في النهاية قراءة تانية اذا كان في رجوع ولا لا، بس ده بالنسبة لوضعكم العاطفي. يعني انا شايف اموركم متلخبطة جدا، انتوا الاتنين بصراحة عندكم تناقض رهيب. انت بتفكر فيه وفي نفس الوقت سبته ومشيت، جايز يكون هو برضو كان ضايقك أو مش واضح معاك. هو قافل عليك،
ومش عاوز يكلمك في نفس الوقت اللي هو بيعيط عشانك ونفسه ان هو يحقق العدل معاك. فهنشوف في النهاية التناقض ده هيمشي ازاي يعني. ده بالنسبة لوضعك العاطفي. اما بالنسبة لوضعك في الشغل، انا شايفك زعلان، ممكن تكون انت تعبان جدا في الشغل ده وقررت ان انت تسيبه وتمشي، بس انت خايف تسيبه وتمشي علشان ما تفشلش في الشغل الجديد اللي انت هتروح له، ولكن انت متحمس جدا ان انت يكون عندك بداية جديدة، متحمس تسافر تشتغل في مكان تاني، عندك الحماس ان انت تسيب الشغل اللي تعبك ده وتروح لشغل جديد حتى لو هتسافر له بلاد تانية، بس انت خايف، خايف من المغامرة، لسه برضو في مرحلة التفكير، ما خدتش قرار. انت قوي يا برج الميزان، يعني لو انت سوري، لو انت الشغل ده تعبك ونفسك ان انت تسيبه وتمشي، خليك قوي، اعمل كده وما تخليش مشاعر القلق والخوف دي تسيطر عليك. ابتدي لو في فرصة قدامك ابتديها. ده بالنسبة للشغل. بالنسبة لوضعك الصحي، انت زعلان جدا، عندك حزن واكتئاب، في قيود انت رابط نفسك بيها قادر ان انت تطلع منها، بس انت اللي رابط نفسك فيها، بتبص على الحاجات اللي خسرتها وبتبص للماضي، ما بتبصش لقدام. عايزك تبص لقدام يا برج الميزان. انت حاسس عندك حاجات كتير حلوة في حياتك، انت في حاجة واحدة بس هي اللي ناقصاك، والحاجة اللي ناقصاك دي مخليك مش حاسس بقيمة الحاجات الحلوة الكتيرة اللي عندك. عاوزك تحس بالحاجات الحلوة اللي عندك وتطلع من الحزن اللي انت فيه. بالنسبة للطلبة منكم، انا شايفكم مجتهدين جدا، عندكم تغيرات كبيرة في الفترة اللي جاية دي، هتنتقلوا من مرحلة لمرحلة احسن بكتير، هتتبسطوا فيها. يعني انا شايف انتوا في الماضي كان في حاجات كتير تعباكم في الدراسة، كان في اعباء عندكم، انتوا اشتغلتوا باجتهاد على فكرة وبذلتوا مجهود عالي، وقريب جدا هتحصدوا ثمار المجهود اللي انتوا بذلتوه ده، هيبقى فيه نجاح كبير جدا. انتوا تعبتوا كتير، واللي انتوا تعبتوا فيه هتلاقوه يا برج الميزان. بالنسبة للنصيحة، نصيحة بتقولك خلاص بقى يا برج الميزان، الحزن والسقوط والكآبة اللي انت فيها دي انتهت خلاص، ما عادش فيه اي حاجة. الحياة طلوع ونزول، احنا خلاص نزلنا والنزول ده انتهى، ان شاء الله اللي جاي صعود، هتبتدي من اول البداية خالص، وهيبقى في بداية جميلة وهتبتدي في الصعود ان شاء الله. فخليك متفائل يا برج الميزان، علشان الكآبة بتجيب كآبة والتفاؤل بيجيب تفاؤل. قراءتك كويسة، ولكن انا برضو عايز اسحب لك تاني على الوضع العاطفي، علشان قراءتك متناقضة جدا. من الواضح اصلا ان انتم من زمان يا برج الميزان، وانتم العلاقة دي من بدايتها كانت متناقضة، فيها الشيء وعكسه، شوية عايزين بعض وشوية مش عاوزين بعض، انت وهو على فكرة مش واحد منكم. فخليني طيب اشوف دلوقتي هيبقى في رجوع ولا لا للمنفصلين من برج الميزان. هل في رجوع للمنفصلين من برج الميزان؟ المنفصلين من برج الميزان. يا برج الميزان في رجوع، بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة في رجوع، هيبقى في بداية جديدة حلوة، في على فكرة بينك وما بين الشخص اللي انت منفصل عنه ده تواصل روحي عالي قوي، انتوا الاتنين بتفهموا بعض، بتكلموا بعض من غير ما تتكلموا،
يعني بتقروا أفكار بعض، حتى لو أنتم بعاد عن بعض أنت بتبقى عارف هو بيفكر في إيه وهو عارف أنت بتفكر في إيه، أنتوا الاتنين لتوين فليم بتوع بعض، بتحسوا ببعض جدا، متواصلين مع بعض بالروح جدا، وعندكم حب شديد تجاه بعض، نفسكم في بداية جديدة. ممكن كمان لنسبة منكم هيبقى فيه زواج على طول إن شاء الله، الرجوع ده هيبقى رجوع بزواج. بس أنا شايفكم يا برج الميزان ممكن تكونوا أنتم مترددين شوية، متباطئين شوية، بتحاولوا إن أنتم تعلقوا نفسكم شوية لحد ما تفكروا، بتفكروا كتير إيه اللي حصل وإيه اللي هيحصل، طب أنا لو رجعت له إيه اللي هيتم بعد كده. مش عاوزكم تكونوا مترددين، يعني انتوا بتحسبوها برضو بالعقل، بتقولوا لو رجعنا ممكن يتكرر نفس الحاجات الوحشة اللي كانت موجودة قبل كده. انا مش شايف ان ده هيحصل، انا بنصحكم بالرجوع، هيبقى فيه زواج ونهاية سعيدة، وزي ما قلت لكم قبل كده هو نفسه يحقق العدل معاكم، فان شاء الله هيكون رجوع سعيد يا برج الميزان. انا بنصحكم بالرجوع، ما بطلوا تردد وبطلوا التفكير الكتير اللي انتوا فيه ده. اوكي. انا دلوقتي عايز اشوف العزاب من برج الميزان، هل في حب قادم في الطريق ولا لا؟ هل في حب قادم في الطريق للعزاب من برج الميزان؟ العزاب من برج الميزان، اوكي. انا برضو يا برج الميزان مش شايف ان هي علاقة حب، في بداية جديدة، في ممكن العلاقة تبتدي بصداقة او حد انتوا بتكرشوا عليه، هتبتدوا انتوا الاتنين تظهروا قصاد بعض بمظهر جذاب. انت يا برج الميزان متردد جدا اذا كنت تبتدي برضو مع العلاقة دي ولا لا، يعني حتى هنا انتوا مترددين. شايف في طاقة مراقبة، في طاقة خروج واحتفال كنوع من انواع الصداقة، ولكن أنا مش شايفها علاقة حب، ممكن في المستقبل تقلب بعلاقة حب. فدي كانت القراءة يا برج الميزان لشهر يوليو، يا ريت تقولولي عجبتكم ولا لأ، ويهمني جدا إن أنا أعرف آرائكم واستفساراتكم، تقدروا إن انتوا لو في عندكم أي استفسارات تتواصلوا معايا عن طريق وسائل التواصل اللي موجودة تحت الفيديو. متشكر جدا ليكم يا برج الميزان، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق، مع السلامة.